نستكمل حديثنا عن جهود الإنقاذ المتواصلة في ليبيا بعد يعني هذه الكارثة الإنسانية. معانا عبر زوم السيد فتحي المريامي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي. أهلا بك سيد فتحي. مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي أهلا الكريم وسهلا بيك. وبالسادة والسيدات متتبعي قناتكم المؤقرة، أهلا وسهلا بك. الله يخليك سيد فتحي. أولا يعني طمنا على الأحوال عندكم في ليبيا، ثم يعني مهم عندنا ان احنا نعرف على او يعني مواصله جهود الانقاذ، ونعلم انه ايضا القوات المسلحه المصريه بالفعل وصلت بالفرق بتاعتها الى الاراضي الليبيه. نعم طبعا، هو الكارثه يعني كون مساويها والحزن حولها ولكن لا زال قائما حقيقه، لانها فاجعه كبيره وكارثه كبيره جدا. حدثت يعني في ليبيا في عده مناطق، منها مدينة المرج، الوسيطة، تاكنس، المخيلي، سوسة، عمر المختار، القبة. هذه المناطق كلها حقيقة تضررت، ولكن ليست بنفس الضرر الذي تضررت منه مدينة درنة. مدينة درنة كان الفارق في ذلك هو انهيار السد نعم الذي حدث، أدى إلى يعني وقوع يعني الكثير من الضحايا، تجاوز 7-8 آلاف حتى هذه اللحظة من تم انتشارهم، سواء من الجهود الليبية أو الدول الأخرى التي تساعدنا الآن في ذلك. لأن يعني حقيقة الأمر لا زالت المأساة واقعة ولا زال الانتشار قائم. تصور يعني حتى الذين تحت الركام، ركام المباني، لم يتم انتشاره حتى هذه اللحظة. بالنسبة لجمهورية مصر العربية حقيقة يعني قامت يعني منذ الساعات الأولى بما يجب القيام به، وهو بعثوا يعني بشكل عاجل طائرات الهليكوبتر ورجال أنقاذ ساهموا وساعدوا القوات المسلحة الليبية وكذلك الهلال الأحمر والجهات التي تقوم بعملية الانتشار. وهناك يعني سيكون جسر جوي، او بدا هو جسر جوي ما بين مصر وليبيا حول المساعدات وتقديم ما يجب القيام به. كذلك هناك خط بحري. نعم كل ذلك يعني قامت به مصر العربيه مشكوره، يعني مشكور لا فخامه شكر على الرئيس عبد واجب، لا الفتاح شكر السيسي على واجب. وكذلك الحكومه والشعب المصري، وهو طبعا عبر التاريخ يعني راح التاريخ ليبيا كلها. مصر دائما مع ليبيا وسباقة في إنقاذه من كثير من الكوارث والمشاكل. يعني يعني على أي حال هناك يعني حتى دول أخرى يعني حقيقة ساهمت وبدأت مساعدات تصل ليبيا، منها الإمارات، منها الأردن، منها الجزائر، تونس، أسبانيا، تركيا، عديد الدول حقيقة. يعني إيطاليا أيضا بعثت فريق فني يدرس في عملية كيف تساهم في عملية الإنقاذ، ولديها طائرتان إن لم تحط في مطار الأبرق ستحط يعني ممكن بعد قليل، معها يعني فرق إنقاذ. كذلك هناك باخرة تحركت من إيطاليا صوب الشاطئ مدينة درنة لتقدم المساعدة اللازمة هي كذلك. عظيم. لم يقصر أحد حقيقة سواء داخل ليبيا أو خارجها، الجميع يعني ساهم وشارك في هذه العملية والتي لا زالت يعني تحتاج إلى بذل الجهد الكبير بشكل يعني تقدر تقول حرفي يعني بالدرجة الأولى. يعني لا بد من ناس حرفية في عملية الإنقاذ ونوع المعدات والأشياء التي تساعد، لأن حتى هذه اللحظة من هم موجودين تحت الركام لم يتم يعني انتشارهم حتى هذه اللحظة. تحتاج إلى معدات معينة ترفع هذا الركام من أجل انتشال هذه الجثث. هذا هو الأمر يعني حتى نعم هذه اللحظة. الحقيقة أنه أيضا يعني أتمنى يكون وصلكم أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحريك حاملة الطائرات المصرية مسترال إلى السواحل الليبية كي تعمل كمستشفى ميداني متكامل لإغاثة أهالينا في ليبيا، ودون تحميل أيضا أهالينا في ليبيا أي أعباء. يعني ربنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأزمة تمر بقدر الاستطاعة على خير. إن شاء الله رب العالمين. طبعا فعلا أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته لوصول هذا اللي يعتبر مستشفى ميداني هو نعم بالدرجة الأولى، يساهم في عملية معالجة يعني الجرحى والمتضررين من هذا الانهيار المائي الكبير.
وغير ذلك يعني وصل أهويه قدمت يعني برنامج كبير جدا في هذا الأمر يعني رجال إنقاذ، مستشفى ميداني، مواد غذائية، أدوية، أطباء، كل ذلك يعني جاء مصر، والذي لم يصل يصل يعني في غضون 24 ساعة إن شاء الله. نحن بإذن لازلنا الله. مستمرين في هذه القضية. هذا الأمر يحتاج منا إلى 7 إلى 8 إلى 10 أيام، ونحن ننتشر في هذه الجثث ونقوم بالإسعافات اللازمة وإيواء الناس اللي فقدوا بيوتها وهذه طبعا الأشياء كلها يعني لازلنا قايمين بها ونحتاج للمساعدة، ومصر كانت سباقة في ذلك وما زالت معنا، وكذلك بعض الدول الشقيقة والصديقة. ده واجب مصر تجاه اخواتها الليبيين. طب يعني سيد فتحي، هل تم اجراء حصر لاعداد الوفيات، اعداد المفقودين، اعداد المصابين؟ هو بالنسبة للوفيات يعني أو الضحايا نقدر نقول العدد يتغير يعني في ازدياد، يعني كنا نقول 2000 ومن ثم وصلنا 5 وكسر، والآن واصلين بشكل رسمي ل7 وكسر، رغم أن يعني في تسريبات يعني ممكن العدد أكبر من ذلك، ولكن لم يأتي بشكل رسمي. كذلك المفقودين في ازدياد، يعني الناس لما تفقد أحد لها تضطر تجي تبلغ الأسرة غير موجود أو العائلة الفلانية أو فيزيد العدد، ففي ازدياد ما فيش رقم ثابت حتى الآن، لا في الضحايا ولا في المفقودين. فكل يوم في إحصائية جديدة، كل 24 ساعة في رقم يوضع. يعني آخر رقم عندنا كان 7200 ضحية تم انتشارها، وكذلك 8000 وحوالي 400 و300 تقريبا هذه سجلت كمفقودين، ولكن كما قلت لك كل 24 ساعة العدد يزيد. يعني يمكن مع 12 هذا المساء سيقدم تقرير لآخر إحصائية لليوم وغدا كذلك وبعده، فالأمور في ازدياد يعني، لأن الضحايا يعني عددهم كبير جدا وأكثر مما تتصور حقيقة. يعني للأسف المدينة يعني أزيلت للأسف بالكامل، بكل ألم حتى ما بكل هو ألم. موجود من دارنا الآن يعتبر حديث العهد من عام طبعا 70 وتعالى إلى 2023، أما المدينة الأصلية هي التي أزيلت من جراء هذا الانهيار الذي حدث لهذه المدينة. لا، ربنا بإذن الله يستر يعني البقية في حياتكم والبقاء لله سبحانه وتعالى، وربنا يصبر كل الأهالي يعني، سواء إذا كانوا أهالي من يعني توفاهم الله أو من فقدوا حتى هذه اللحظة. وبنتمنى بالتأكيد الشفاء العاجل لكل المصابين. ربنا يجنب ليبيا كل الشرور وكل الأضرار، ونتمنى أنها تبقى آخر الأزمات. ثقوا دائما أن مصر تقف بجانب ليبيا لأنه بلد واحد وشعب واحد. أنا أشكرك جدا 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 سيد فتحي المريامي، وقلوبنا معاكم دولة وشعب. شكرا جدا ليك سيد فتحي المريامي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي.